معاهم في ده ولا بتسيب المساعدين وخاصه كابتن محمد يوسف هو اللي اتكلم مع اللعيبه في هذه الامور؟ في النقاط دي اعتقد يعني كابتن محمد يوسف يعني المنظومه نفسها هي اللي خدت القرار مش انا كفن. انا دوري دور مدرب، بتكلم اللاعبين بشكل رئيسي على اللي بيحصل في الملعب، بتكلم معاهم كتير عشان يبقى يدوا اقصى ما عندهم في الملعب، لكن ما اقدرش اخد قرار تاديبي. انا دي مش من خصوصياتي ولا صلاحياتي ولا اقدر اعمل ده، لان ده حاجه زي كده بترجع للناس المختصه بيه في النادي، كابتن محمد يوسف. ومحمد كابتن محمد يوسف هو اللي خد القرار وانا بحترمه، وطبعا لان في الاخر برضو ده حاجه يعني العقوبه تحترم، لان في الاخر صوره النادي الاهلي اهم حاجه. الصوره ما تصدرش صوره سيئه للاعبين النادي الاهلي في مباريات بسبب انفعال غير مقصود. امتى كارتيرون هو اللي ياخد العقوبه الفنيه؟ سيستماتيكمون او كوتيديان جو جوج لي جوور او كوتيديان بشكل تلقائي. يعني انا يوميا انا بقيم اللاعبين. لما الاقي لعيب مثلا جه متاخر ليله المباراه بعتبر ان هو مش مركز، وطبعا القرار الفني ان انا ما استدعوش المباراه او ما احطوش في المباراه ما لعبوش، لان انا كمدرب بركز في الماتش واللعيبه لازم تكون مركزه زي في المباراه. لما تيجي متاخره معناها مش مركز، حتى لو لعيب حيوي وانت محتاجه ولعيب مهم للفريق ممكن يبقى القرار التربوي اهم من القرار يعني من القرار الفني. لا الفرصه الكبيره اللي عندي او الحظ الكويس اللي عندي ان اللعيبه اللي عندي عمرهم ما بيخرجوا عن النص وعمرهم ما بيتاخروا، فبالتالي انا ما اتحطيتش في الاختبار ده اصلا. هقول لك حاجه يمكن حاجه تكون غريبه بالنسبه لك لما اقولها لك، انا بحترم قرارات النادي لكن انا من جوايا ما بحطش غرامه ماليه على اللعيبه لما تيجي متاخر التمرين، عشان بالنسبه لي اللعيبه عمرها ما بتيجي متاخر في التمرين. اللعيبه دايما بتيجي في ميعادها. لو جم متاخر لعيب بيجي متاخر في التمرين معناه انا مش مهتم بمهنتي، ولو جيت انا كلاعب متاخر التمرين انا كمدرب هساعده ازاي؟ فبالتالي يعني ممكن يخسر مكانه. انا بالنسبه لي حاجه زي كده مفيش كلام فيها، والحمد لله ما حصلتش معايا لغايه دلوقتي ان اللعيب يجي متاخر. ومش هتحصل مع لعيبه النادي الاهلي المنضبطه دائما. وما زلنا في المباراه الاخيره وكانت فيها بعض الاجواء، ولكن التحكيم في هذه المباراه هل لك تعقيب رغم المنافسه الشرسه جدا وان الدوري السنه دي زي ما حضرتك قلت قوي جدا والاهلي بيخسر نقطتين بسبب اخطاء تحكيميه؟ انا طبعا بشكر منظومه النادي الاهلي. على رد فعلهم بعد المباراه طبعا حاجه زي كده كانت محبطه بالنسبه لنا، واحنا كنا متضايقين لان كان الهدف بالنسبه لنا احنا اتفرجنا في كاس العالم لو كان في سيستم نظام فيديو كان هيساعد الحكام ياخدوا القرارات الصح، وكان ممكن يصلحوا حاجات كتير ويقلل الضغط على الحكام خاصه حكم الملعب. في المباراه دي كان في خمس حكام، فانا كان في بالنسبه لي يعني كانت حاجه صعبه ازاي واحد على بعد 3 متر او مترين من وليد ازارو وما شافش وليد ازارو بيتزق بيرتكب ضده خطا. وانا بالنسبه لي بصراحه انا ما فهمتش يعني انا ما فهمتش ازاي ما شافهاش. انا بصراحه منتهى الامانه انا مش قادر افهم. انا ماشي انا بسامح الخطا لكن انا يعني انا متسامح انا مسامح الخطا بس بصراحه انا مش فاهم ازاي حصل الخطا ده. حتى بالنسبه للتسلل الهدف اللي احتسب التسلل انا فعلا كنت محبط عشان الشوط الثاني كنا كويسين جدا وكان في لعب كويس جدا من جانب فريقنا، وهدف كنا محتاجينه وبيعكس سيطرتنا على المباراه والحكم يرفضه
والهدف صحيح وهديت لان طبعا الهدف ما فيهوش اي نوع من انواع التسلل وللاسف كان في فارق كبير ما كانوش حتى واقفين على خط واحد يعني كانت ظاهر جدا انها مش تسلل انا بشكر النادي نساعدونا برد فعلهم وبيان اللي حصل صدر من النادي لان احنا كمدربين هيبقى صعب احنا بنتكلم مع الاعلام ممكن نستخدم مصطلحات المفروض ما نستخدمهاش احنا الناس بتوع ملعب مش بتوع اعلام فبشكر النادي ان خد رد فعل رسمي بس زي ما بقول برضو انا دايما يعني بسامح الاخطاء الانسانيه لازم طبعا اسامح اي خطا لان في الاخر ده انسان الحكم ده انسان والخطا وارد اكيد الخطا